احد الاشياء مفهوم الاستابيليتي الشرط الرئيسي للاستابيليتي انه تكون عندي اوبن لوب اوفرز كلها في ليفت هاند سايد اوف الاس الفورم مفهوم هتكون في ليفت هاند سايد لانه سيجما اللي هي زيتا اوميجا النيجاتيف وهذا السبب انتم عارفين السبب من وين بيجي احنا في الوتير لو عندي انا الاثير اوف كومبلكس كونجيجيت بيرز الاثير اوف كومبلكس كونجيجيت بولز الزيتا اوميجا ان تبعتهم الزيتا اوميجا ان تبعت هذول البولز راح تكون نيجاتيف يعني سيجما راح تكون ليس ذان زيرو او زيتا اوميجا ان راح تكون ليس ذان زيرو اذا كانت ليس ذان زيرو الانفلوب راح يكون عندي هون نيجاتيف فاليو موجود في تي عندي نيجاتيف فاليو موجود في تي اذا ايش راح يكون الانفلوب؟ ديكي راح يكون عندي هون في التايم لمين هذا راح يكون في الاس بلين فهي سيجما راديانس بير سكند وهذه هون جي اوميجا راديانس بير سكند اذا كان عندي المعامل تبع تي بالمرفوع القوه اي نيجاتيف معناها الانفلوب التايم دومين إذا كان ديكاي معناها السيستم ما عم يزيد عماله بينقص الريسبونس تبعه بينزل فبينزل لستيبل فاليو هذه احد الشروط المميزه احنا اذا عرفنا الاوبن لوب كودز تبعهم الفانكشن تاكدنا انه كلهم الهم انهم موجودين في الليفت هاند سايد يعني الريل بار تبعهم نيجاتيف معناها هذا السيستم ستيبل مثلا ناخذ على سبيل المثال لو انا عندي ترانسفير فانكشن اوبن لوب ترانسفير فانكشن للسيستم تساوي واحد مثلا على S plus 1 S plus 2 مثلا S plus 5 في الحالة هاي مثلا أنا عارف إنه عندي الفولز تبعت هذا السيستم هي minus 1 minus 2 minus 5 ما عندي الحالة الثانية مثلا لو أنا عندي بده يكون طبعا مثلا خلينا ناخذ على سبيل المثال لو أنا عندي transfer function F of S بتساوي واحد مثلا على S square plus 5S plus 10 ايش راح يكون عندي؟ او خلينا ناخذ مثلا هون 2 2 شو راح يكون عندي البولز بالحاله هاي؟ راح يكون كومبلكس كونجيجيت بير مش هيك؟ كيف بدي احللهم شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي بي يعني اس هون 1 اس 2 تساوي ماينس بي اللي هي ماينس 2 بلس ماينس بي سكوير اللي هي 2 على 2 4 ناقص 40 تعطيني 36 على 2 اذا البولز راح يكون ناقص 1 زائد ناقص 36 جذرها بتعطيني 6 على 2 ب 3 هذه طبعا مدتها 3 جي وهذا راديانز بير سكند اذا البولز هون مين اللي بيهمني بهذا؟ البول نيجاتيف هذا المهم الريل بارت هذا ما بيهمني اللي بحدد لي انه في الليفت هاند سايد او في الرايت هاند سايد هو الريل بارت اللي هو سيجما او زيتا اوميجا هذا ماينس 1 اذا هذا راح يكون اللي هم هذول البولز تماما اللي هون اللي انا رسمتهم اللي هو هي ناقص 1 1 2 3 ناقص 1 1 2 3 اذا هذا السيستم اذا انا بامكاني مباشره لو اعطيتك انا سيستم وانت حللته راح تعرف البولز المشكله بتيجي عندي وين؟ لو جيت اعطيتك فانكشن زي هذا قلت لك هاي الفانكشن ايش وضع هذا السيستم؟ هل هذا ستيبل؟ بدنا نحلل هل سهل اني احلل بولينوميال رابع او خامس او سادس؟ صعب مش هيك؟ إذا شو عملوا؟ ما كانش في وقتها نيوميريكال، أنتوا لما أخذتوا نيوميريكال في عندهم نيوميريكال تكنيكس تحليل عددي بالتحليل العددي مثلا أخذتوا شيء زي نيوتن رابسون مثلا بهذيك بس هذا إمتى ممكن نيوتن رابسون مثلا؟ إيش اللي بيلزمني حتى أحل وأطلع جواب؟ أكبر ليفل صحيح بس بشكل عام نيوتن رابسون هل مطرحينها بإيدي؟ ماشي مطرحينها بإيدي؟ لا طويلة مش محتاج بدك كمبيوتر كمبيوتر تكنيكس كل النيوميريكال تكنيكس هاي كمبيوتر تكنيكس زمان طلعوا عالمين اندبندنت يعني اشتغلوا لحالهم واحد اسمه راث وواحد هوربتس
اطلعه طريقه انه بمعاينتي لهذا البولينوميال بدون ما احلله اقدر اطلع انه هذا السيستم ستيبل او انستيبل. واعطيني كمان عدد البولز اذا كانوا انستيبل اعطيني عدد البولز اللي موجودين في الرايت هاند سايد. واضح اذا شو التول هاي قوه التول؟ قوه التول انه انا اذا عندي البولينوميال مش محدد هلا لو انه زي هيك خلص واضح هذا واضح لو انه فاكتور زي هيك او فاكتور زي هيك واضح. بس اذا كان هو البولينوميال عالي اكثر من ثلاثه ثلاثه بتقدر تحللها على الاله الحاسب بتقدر تطلع الان على الاله الحاسب مش هيك بتعرف تطلع الجذر الجذر البولينوميال التبعيدي بتقدر تطلعه على الاله الحاسب اكثر من هيك صعب انك تحلله يدويا بتستعمل طرف الجذر تكنيكس. اذا في عندنا تكنيك رح نحكي عنه اليوم اللي هو الراوث هورويتز. الراوث هورويتز بيقدر يعين البولينوميال زي هيك بس في له شيء ثاني مهم كمان بيقدر يجاوب السؤال انه انا لو جيت حطيت هذا السيستم في كلوز لوب وبديت اغير كي متذكرين كي شو هي كانت كي هي كونستنت تبع الفورورد كي اللي بغير الكنترول ايش الفاليو تبع كي اللي ممكن يعمل السيستم انستيبل. هذا كمان سؤال مهم راح ناخذ المسالتين هذول اليوم. اذا خلينا نطلع بالتفصيل على الراوث هورويتز وناخذ نشوف اول شيء الترمينولوجي. اذا احنا راح اخذ البولينوميال اللي موجود هون خلينا استعمل نفس الترمينولوجي اللي استعملناه اوقات قبل رح نعتبر انه عندي بولينوميال زي هيك. البولينوميال هو A نوت A سب نوت S to the N زائد A1 S to the N minus 1 لحد ما اوصل AN minus 1 S زائد AN يساوي 0. رح افترض طبعا انه اعلى قوى هذا البولينوميال المعامل تبعها مش 0 ما لهاش معنى مش هيك؟ يعني مش معقول هون اجي اضيف بعد S to the 5 يفترض انه اعلى باور اعلى معامل اعلى باور بس نون زيرو. يعني عمالي بفترض هون انه A والزيرو لا تساوي زيرو. اذا هي عندي هذا البولينوميال من هون هلا بيجي بسال السؤال هذا البولينوميال انا عارف المعاملات عارف A زيرو ل AN قديش الاوردر تبع هذا السيستم؟ N مش هيك؟ اذا كم بول راح يكون في له؟ N بول مش هيك؟ كم معامل طيب رح يكون في له؟ سنسور لما تطلع هون هون كان هذا سيكند اوردر سيستم كم معامل له؟ 1 2 3. اذا في عندي عدد هدول A0 ل AN رح يكون عددهم N بلس 1 وعدد البولز بيساوي N. هلا هدول انا مش قادر احللهم ما عنديش الامكانيه اني احللهم فبسال السؤال بقول هل هذا السيستم ستيبل؟ حتى اجاوب على هذا السؤال بعمل التيبل التالي برتب هدول البولز بالشكل التالي نحط هون S to the N S to the N minus 1 S to the N minus 2 لحد ما بوصل هون S to the 0 بعدين برتب هدول المعاملات. هلا ممكن هدول يكونوا odd وممكن يكونوا ممكن يكون odd بس مضبوط حسب عددهم ممكن يكون عددهم odd وعددهم even فبرتبهم بحط A0 اللي هو معامل S to the N هون A1 بحطه هون بعدين باخذ A2 بحطه هون A3 بحطه هون A4 A5 وبكمل لحد ما يخلصوا عندي كل البولينوميالز. إذا كان odd إذا كان عدد هدول odd لما بوصل آخر إشي من هون AN بحط هون شو الاود ال A اللي هو A0 ل AN يعني N plus 1 odd. إذا عدد هدول odd يعني if N plus 1 is odd رح يطلع معي هيك مظبوط فبحط هون 0 بكمل 0 وإلا رح يطلع معي AN هون مش هيك إذا كان AN. هلا هدول هلا ببدأ أبني هدول اللي موجودين هون هدول رح نسميهم ال B's هذه رح تكون B1 B2 B3 هذه C1 لحد ما اوصل في النهايه هون رح يطلع عندي بس G1 او حسب طبعا العدد اللي موجود عندنا نقاط. هلا رح نشوف هدول كيف بنحسبهم. هلا B1 شو بتساوي؟ B1 بتساوي A1 في A2 minus A3 في A0 يعني نكتب هدول مثلا بالاحمر رح اكتبهم هون هي عندي B1 بتساوي هاد مضروب في هاد minus هاد مضروب في هاد B2 بيساوي A3 في A4 minus A5 في A2
B2 B3 بيساوي نفس الشيء A5 في A6 minus A7 في A4. إذا عندي B1 بيساوي A1 A2 minus A3 A0. B2 بيساوي A3 A4 minus B5 A2 وهكذا. نفس الشيء C1 شو بيساوي؟ بيساوي B1 A3 minus B2 A1. Then C1 is now B1 A3 minus B2 A1. What will become the high turn? I have also the zero. How should I put the minor to zero? Welcome and I'll stop with the power. Where we should come on G1 and say we need the formula to be the best of the bottom. And the Vajib Ayan first column. The results in the top line. First column is you have it. هذا الكولم هو مكون من A0 A1 وكل الأرقام اللي تحتها حتى وصل في جهة إذا ضل ماشي هون لأوصل لـ S0. إذا كم سطر لازم يطلع معي؟ كم سطر من هون لازم يطلع معي لحد ما أخلص؟ N0 زائد 1 تمام لأن عندي هون 0 وعندي هون N راح يطلع معي N plus 1 lines من هون. بعدين عاين في الفيرست كولم والفيرست كولم بعدين بيكون F كل هذول all members of first column positive is in the system state. واضح هذا النقطة هاي نقطة مهمة. هلا ممكن أنت تيجي تقول لي طب إذا كانوا AN وAN minus 1 وكلهم هذول positive ما بكون السيستم ستيبل؟ مش هذا سؤال مهم؟ إذا كان كلهم هم بوزيتيف مش كافي ضروري بس مش كافي. لو كان حتى هلا رح نشوف الأرقام ونشوف الأرقام اللي ناخذها ونطلعها. إذا النتيجة عندي شو بتقول؟ إذا كان هذا الكولم اللي طلع معي هون كل الإليمنتس اللي موجودة فيه بوزيتيف أكثر من زيرو معناها السيستم ستيبل. هلا إذا كان في عندي نيجاتيف إذا النمبر أوف تشينجز عدد التغيرات من بوزيتيف لنيجاتيف هو عدد الكولز. إف نوت إذا number of sign changes. Sign changes يعني تغير الإشارة. يعني ببدأ مثلاً positive, negative, positive. كم مرة تغيرت الإشارة؟ تغيرت مرة من positive لnegative ومرة من negative لpositive. يكون عندي two poles. إذا number of sign changes is number of unstable poles. أو يعني poles in the right hand side. عدد البولز راح يكون مساوي عدد البولز اللي في الرايت هاند سايد اللي تسبب الانستابيليتي مساوي لعدد الساين تشينجز. الساين تشينجز يعني اذا عندي صار تغير من بوزيتيف لنيجاتيف ومن نيجاتيف لبوزيتيف هي حيصير عندي مره التغير. بس راح توقفوها هلا